وللحديث عن الوضع في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوري الدكتور عبد الناصر تعتاع. مرحبا بك معنا دكتور عبد الناصر. بداية، بريطانيا تقول بأن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يسمح لهم بعد بدخول دوما، بينما تنكر روسيا ذلك. برأيك لماذا لم يتم إدخال المفتشين لغاية الآن؟ حياكم الله بداية أحبابنا الكرام. فيما يتعلق في عدم إدخال هذه البعثة، بعثة التفتيش الكيميائي لمنطقة دوما، لا شك أن روسيا تريد ذاتا أن تطمس الآثار قدر ما تستطيع حتى لا يبقى لها أثر. هذا جانب. جانب آخر، علينا ألا ننسى أن السرقات هي موجودة، فكيف ستدخل هذه البعثة وتطلع على ما يدور في داخل دوما؟ لذلك يريدون أن يخففوا من هذه الصورة السلبية الموجودة، كذلك صور الدمار. يريدون أن يحاولوا أن يبعدوا ويخففوا من صور الدمار الموجودة التي أكيد ستكون مفاجئة لهم. فالوضع، بالإضافة إلى الوضع المأساوي الموجود في منطقة دوما، كل هذه ستكون أسباب رئيسية لإعاقة إدخال هذه البعثة لدوما. نعم، فنيا هل يمكن أن تتلاعب روسيا بأدلة القصف الكيماوي؟ يعني هل ممكن أن تمحي الآثار، آثار الأسلحة الكيماوية بفترة قصيرة برأيك؟ يعني الروس هم أهل لهذا الأمر، يستطيعون. فسوريا هي بلدهم وهي ساحتهم وهي ملعبهم، وهم أصحاب أسلحة الدمار، فبإمكانهم أن يخففوا، أن يزيلوا، أن قدر المستطاع. بالرغم أننا نحن كشعب في سوريا هذا الأمر لسنا معنيين كثيرا به، لأن القتل والدمار واقع بنا. فأمر الكيميائي، أمر البرميل، أمر الصواريخ، هي كلها واحد. وإنما هو نحسه يعني تلاعب دولي في سوريا وفي الوضع وفي التهجير. والآن بعد الغوطة الآن اتجهوا إلى ريف حمص، وهكذا، ولا ندري إلى أي نقطة سيصل هذا الشعب نهاية الأمر. نعم دكتور، يعني مع استمرار معاناة مهجري الغوطة الشرقية في إدلب وعشرات الآلاف الذين ذهبوا إلى هناك، وزير الخارجية الفرنسي صرح بأن كارثة إنسانية ستقع في إدلب إن توجه النظام السوري نحوها. ما الإجراءات المحتملة لمنع ذلك برأيك؟ ليس هنالك من إجراءات تستطيع أن تقوم بها أمام هكذا إجرام، نستطيع أن نقول دولي تجاه هذا الشعب المسكين. ماذا يستطيع مئات الألوف أن يقاوموا أو أن يعملوا جراء ما تريده هذه الدول؟ لا أعتقد أن هنالك من شيء نستطيع أو يستطيع هذا الإنسان يعمله، الإيقاف هكذا جريمة أو هذه العجلة التي نجد أن المجتمع الدولي عموما وما يسمون بأصدقاء سوريا هم متورطون في تشريد وتهجير هذا الشعب، ونسأل الله السلامة. الدكتور عبد الناصر تعتاع الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوري كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.